هي شراكة متعددة الأبعاد مع الكوت ديفوار يحضر فيها بقوة البعد التضامني كقيمة ثابتة في المقاربة التنموية التي يؤسس لها المغرب في علاقته مع شركائه الأفارقة. هيبة ملكية للجمعية الوطنية الإيفوارية عبارة عن عدد من السيارات، مكرمة من لدن صاحب الجلالة الحريص على الإسهام في بناء وتطوير قدرات وإمكانيات المؤسسات الإيفوارية ومصاحبة مختلف جهودها نحو التحديث. اسمحوا لي باسم فخامة رئيس جمهورية الكوت ديفوار الحسن وترا أن أتقدم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بأسمى عبارات الشكر والتقدير على هذه المبادرات الطيبة. السيد وترا يثمن عاليا هذه الخطوات التي تنطوي على بعد أخوي متجذر. هذه الهبة هي إشارة قوية للمضمون الملموس الذي نعطيه لشركتنا جنوب جنوب. إن هذه السيارات التي منحها لنا المغرب لها أهمية قصوى في مجال تعزيز التجهيزات بالجمعية الوطنية الإيفوارية، وبالتالي تطوير خدمات مؤسساتنا التي تشتغل لفائدة المواطن الإيفواري. المغرب يساند التنمية في الكوت ديفوار عبر خطوات عملية ومبادرات تنهل في نفس الوقت من قيم تضامنية هي حافز على استثمار الطاقات المشتركة من منطلق الإيمان بنجاعة التعاون جنوب جنوب. المغرب مستعد لوضع كامل خبراته رهن إشارة الأشقاء الإيفواريين بهدف تثمين الطاقات التي يزخر بها كل بلد بشكل مشترك. نسعى أن يستفيد شركاؤنا الإيفواريون من خلاصات تجاربنا، وقد أكدت على ذلك مع السيد رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية. إنها إرادة مشتركة لتقوية مناخ الثقة والصداقة بين البلدين. avec lequel nous avons développé d'excellentes relations de confiance et d'amitié. هي ترجمة لالتزام ملكي ثابت تجاه قضايا التنمية بالكوت ديفوار. وعلاوة على طابعها التضامني، مبادرة جلالة الملك تجاه القارة السمراء تؤسس لنموذج رائد يعطي للبعد الإفريقي مكانة مهمة ضمن منظور ملكي يرتقي بإفريقيا جديدة تطمح لتوحيد جهودها من أجل تحقيق التنمية والاندماج.